وهلا بدنا نروح على يمكن أجمل الأماكن بسوريا. في ربوع قرية سماحيقة في محافظة طرطوس ذات الطبيعة الساحرة المليئة بشغف الحياة الكريمة والطيبة. بنشوف في أفكار ومشاريع لها تأثير بنشر الثقافة البيئية ومحبة الطبيعة من خلال لفت الانتباه إلى جمالية طبيعة المنطقة وجذب السياح لها. صحيح ليا، رح نحكي عن مشروع نال استحسان كبير ولقى نجاح وصدى كتير حلو ومحبة من الناس بالمنطقة، رياضة الانزلاق على الحبل. لنحكي أكثر عن هذا المشروع. أكيد بيسعدنا نرحب بالأستاذة فواز غنام وهو مدير المشروع. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير لكم صباح المشاهدين الخير. من قناة الإخبارية السورية، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك. خلينا نروح نشوف الفيديو ونتعرف أكثر عن الرياضة ونرجع سوا. يعني كنا عم نشوف مشاهد من هالرياضة. رح نحكي معك أستاذ فواز عن فكرة هاي المشروع. حكينا من شوي إنه عمره 3 شهور تقريبا. هلا المشروع جديد، يعني انطلق السنة أو بداية شهر أيار، يعني ما له كم شهر منطلق، ما حسبناهن، بس إنه المشروع جديد بشكل عام، وهو جديد حتى بسوريا. يعني حتى بسوريا قبل منه صار في مشروعين مشابهين بس بشكل محدود يعني ومؤقت لتنفيذ نشاطات محددة، أما هو كمشروع حقيقي من هالنوع هذا، مشروع بنوع رياضة الانزلاق على الحبل زيب لاين، هذا أول مشروع ثابت بسوريا. الفكرة يعني من وين إجت ببالك؟ هلا الفكرة إجتنا نحن من جمال الطبيعة اللي موجودة عندنا بالمنطقة. أنا أحب إني صار لي شي 3 4 سنين عامل صفحة على الفيسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، بحاول أصور وأنشر صور يعني ألفت فيها نظر الناس ونظر السياح لجمال منطقتنا، منطقة القدموس قرية سماحيقة. صارت الناس هيك شوي شوي تنعجب بالصور وتلتفت وتنشر وتشارك وكذا وهيك، ويسألوني ويتصلوا فيني ويراسلوني إنه هاي الصور وين؟ قال لهم هاي الصور بقرية سماحيقة. وهيك صارت شوي شوي تيجي لعنا سياح، يجي لعنا فرق استكشاف، يجي لعنا مثلا تخييم رحالي مسير هيك، صارت تتطور الحكايه. فانا هذا الشيء، هذا عامل من العوامل اللي شجعني انه انا اعمل مشروع سياحي، لانه صارت منطقتنا راح تصير انه حلوه وتجذب سياح يعني. بس ما فيها يعني، هي المنطقه ما فيها مشاريع سياحيه يعني، بس مجرد طبيعه خام، هي منطقه مهمشه ومنسيه يعني، ما حدا كان سمعان فيها قبل. دائما بنركز على هي النقطه يمكن بكل صباحاتنا ليا. تماما، انه المنطقه عندنا كانت مهمشة ومنسية ما حدا سمعان فيها، نحن صرنا نحاول نلفت نظر الناس إلها لتصير مقصد للسياح والسياحة الداخلية، كونه هلا السياحة الخارجية بسوريا يعني شبه متوقفة. نحن بنحاول نشجع إنه السياحة الداخلية هي السياحة الوحيدة الموجودة بسوريا عندنا هلا.
فشوي شوي صارت الناس تجينا، فأنا تشجعت وخطرت على بالي فكرة أنه ننفذ مشروع جديد ما متنفذ بسوريا قبل. هذا المشروع قدمته لوزارة السياحة أو قدمته للمحافظة أو لحدا، ولا هو المشروع خاص؟ هو مشروع خاص بجهد فردي، مبادرة فردية مني أنا شخصيا، يعني ما حدا يعني مساعدي أو تقديم، يعني أنا ما قدمت طلب ولا طلبت مساعدة من أي جهة وما تلقيت، يعني أنه أنا المشروع بجهد فردي وعمل فردي، حتى العمل فردي مني أنا، لأنه هذا المشروع ما بيمشي الحال إلا يتنفذ، بدي يكون فيه إشراف ودقة بالتنفيذ وكل شيء، فأنا بدي يكون مشرف على العمل، وأنا عملته بمبادرة فردية، ولأنه جديد حتى ما موجود بسوريا قبل، ما في حدا يشرف عليه، حتى ما في خبرة تشرف عليه، فأنا يعني استعنت بالخبرات، جبت خبرات من برا عن طريق الإنترنت، درست الدراسة، عملت لدراسة كاملة، عملت كمان مجهود شخصي، كان مجهود شخصي حتى الدراسة المشروع، تمام، حتى الدراسة مجهود شخصي، طبعا استعنت بعلمية، يعني دراسة علمية، يعني دراسة هندسية علمية صحيحة، يعني أدت لنجاح مشروع ناجح جدا الحمد لله. يعني احنا عم نحكي عن مشروع لاول مره، اكيد في عوامل يمكن خطوره وامان لازم نحكي عنها، عم نحكي نحن عن تلتين، عن جبلين وحبل، او شخص عم يتزحلق بيناتهم. تمام، هذا اهم شيء بالمشروع. انا مستحيل من هلا، مستحيل انا بدي اجرب. لا ان شاء الله بدك تجربوه. انا مستحيل اجربه. بدك تجربوه، لا تخافوا، انا المشروع على مسؤوليتي الشخصيه. طيب طمنا للي عوامل الامان، مو 100% مليون بالمليون. اذا انا بخاف انت كيف بتطمني قبل ما يطلع الحبل؟ قديش يعني بتلبسنا فيه؟ هو تماما هلا المشروع هو عبارة عن مشروع رياضي باسمه رياضات المغامرة. يعني هو ما انه رياضة بتعتمد على القوة والشد، عبارة عن رياضة المغامرة، لمشروع بيعتمد على الأدرينالين، يعني في ناس عندها متعة برفع الأدرينالين. فهو المشروع ان الخوف شيء طبيعي عند كل الناس، اكيد لما واحد بده يكون معلق بكبل من جبل لجبل عم يطير بالهواء، ما في شيء تحته، يعني فوق الأرض وتحت السماء، ما في شيء فوق ولا في شيء تحته الا هيك ارتفاع شاهق جدا كمان من وادي سحيق تحته، فشيء طبيعي انه يخاف. ونحن هذا الغاية من المشروع، يعني أنا كان فيني مد المشروع ما بيصير له طعمي، نحن بدنا نمد الكبل يكون كبل مميز ومرعب. فاخترت أنا نقطة عندنا بالضيعة بوادي بجبلين نحن مرتفعين وفي بيناتهم وادي سحيق جدا، اخترت نقطة البداية ونقطة النهاية، وقررت أني مد الكبل من هون لهون لحتى يصير مشروع ضخم عملاق بالارتفاع ومميز بالارتفاع وبالطول بكل شيء. طبعا طول المسافة بين النقطتين حوالي 300 متر، وارتفاع اعلى نقطة بالكبل عن قاع الوادي اللي هو وادي سحيق حوالي 150 متر. هلا هذه القيم انا بعطيكم اياها هيك على الحكي، لا هذه القيم انا بعطيكم اياها هيك، لكن انت بالطبيعة النظر بالوادي بيعطي اكثر من هيك، صح. يعني الانسان لما بينظر هيك للوادي بيطلع تحته بتساليه، بقول له انا دائما بساليه بقول له قديش بتقدر لعمق هالوادي، بيقول لي شي 500 متر، بيفكروا انه لسه اعمق لانه النظر بالطبيعه اصلا هو لازم يطلع هيك للافق للسما، شو مطلع لتحت؟ لا لازم يطلع لتحت مشان يحس بمتعه المغامره، يعني خوف اكثر. ليش؟ لانه المشروع امن. هلا انا رح نجي نحكي عن امان المشروع. انا بعد ما اخترت موقع النقطتين بين هالجبلين هدول، بقى بدي ننفذ المشروع، قررت انه ننفذ المشروع من هون لهون، بدنا ننفذ المشروع بحيث انه يكون امن مليون بالمليون، لانه هذه الشغله ما فيها لعب، يعني ارواح ناس على رح تطلع على هالكبل هذا، رح لازم يكون المشروع امن بنسبه مليون بالمليون، يعني حتى لو بيطلع مليون شخص عليه ما حدا يصير شيء، لانه اي حادث بيصير بهذا المشروع بيكون المشروع فاشل تماما، واذا كان في نسبه خطر ولو 0.02 3 0 4 0 1% معناتها المشروع فاشل، يعني ما هو ناجح ابدا. ممكن تنشا عوامل الخطوره. عوامل الخطوره هلا هو لما بيكون التنفيذ صح ودراسه الامان صحيحه ما في اي عامل خطوره ابدا. فانا اول شيء ركزت، انا بدي لما اللي اخترت النقطتين بدي ركز قواعد التثبيت، هذه هي بتكون اول شيء من عوامل الامان، لانه هي اللي بدها تحمل الشد الكبل بين النقطتين. فحفرت انا حفرتين بكل جهه حفره بعمق امتار، شي حوالي 3 امتار، وبعرض مثلا شي 3 امتار كمان هيك بشكل مربع، وجبت اسمنت باطون، يعني بيتون مسلح وبالحديد، وصبيت القواعد بشكل تماما نفس قواعد البناء، يعني بتتحمل قوه شد بالشكل العرضاني اكثر من 100 طن، يعني صبيت قاعده بنقطه البدايه وقاعده بنقطه النهايه، وتركت لها نقاط ربط كمان بتتحمل شد بعشرات الاطنان نقطه الربط، لانه هي اللي بدي ارتبط فيها الكبل وهي اللي بدي يصير يشد عليها. بعدين بدي اختار انا نوعيه الكبل، طبعا عن طريق دراستي للانترنت، هي الدراسه انه الكبل، يعني عاطينا هن اللي عندي المعلومات وخاص مختصين برا بتركيب اكبال الزيبلاين، معلومه انه حتى طول 1000 متر
بكفي كبل بقطر 12 مليمتر. الكبل 9 مليمتر بكفي للطول حتى 330 متر. فأنا جبته كبل يعني مع أنه المشروع عندي حوالي 300 متر، جبته كبل 12 مليمتر، فهو بكفي يعني آمن بشكل أكثر من فوق الحد، فوق المواصفات المطلوبة أو فوق المواصفات المطلوبة بكثير كمان يعني. إيه ربطت هذا الكبل بنقاط تثبيت خاصة بحيث أنه هذا الكبل 12 مليمتر بيحمل حمولة شاقولي بحسب شهادة المنشأة تبعه، بيحمل حمولة شاقولي، هو كبل فولاذي مجدول، كبل فولاذي مجدول بيستخدموه للرافعات وللمصاعد وهيك، بيحمل حمولة شاقولية بقدر حوالي يعني 10 طن لهذا 12 ملي. فأنا مديت كبل، برغم هيك ظلت الناس تخاف يعني. أنا الكبل بعرف أنه الكبل ما بينقطع لأنه هو راح يحمل وزن شخص، بالنتيجة بيصير وزن الشخص مثل الريشي بقوة الكبل. فهي مين هو الشخص منت عليه وخليته يجرب بعد ما خلصت؟ ما بنغرق حالي أنا بهذا الموضوع. أنت جربت أنت خلص أوكي أنا مو أنت لا لما بعد شخص. أنا بعد اللي شافوني قطع صارت الناس تتقاتل، أنا بدي أجرب بالأول، صاروا يتقاتلوا مين بدي أجرب. طبعا في واحد بفريق روح سوريا هو الفريق الأول اللي إجا لعندي وصار نفذ عندي نشاطات، مشرف بالفريق حب هو يتبرع انه هو بده يكون وراي. طبعا صاروا يتقاتلوا المشرفين بده يكون وراي يعني، والناس بعدين صارت تتشجع. قد ايش المسافة لتوصل من جبل لجبل؟ هلا المسافة بالثواني ولا بالمتر؟ يعني زمنية حوالي 35 ثانية. ما من حالها يعني رمشة عين ما بيلحق الواحد يخاف. ما تلحق تخاف، بس هي لما بتكوني على الكبل بتحسيها شي 35 ثانية 35 ساعة. ايه يعني هي بتحسي المسافة اطول لما بتكوني على الكبل. هلا بنرجع لعوامل الامان. هذا الكبل ركبت انا بدال الكبل كبلين مشان يكون في كبل اساسي وكبل فوق وامان، وركبت التقل بحيث يكون على الكبلين يعني صاروا الكبلين بدي اشيله مع بعض. والعدي طبعا العدي هاي ما كانت هي كمان هي بدنا نقول يعني بنفس اهميه الكبل اذا ما كانت اهم منه كمان. العدي اللي بدنا نعلق هي عده الزيب لاين، طبعا ما انا متوفره بسوريا لان ما في كان مشاريع مشابهه بسوريا. ضليت اتواصل ودور لحتى احد الاصدقاء دلني على وكيل بلبنان بيجيب يعني عن طريق الخارج، هي مستوردة من الخارج من أفضل الماركات العالمية، لأنه هي حتى ما في ماركات غير الأصلية لها، لأنه هي كمان موضوع بيتعلق بالأمان. فنحن جبنا عدي تتحمل كمان يعني وزن لما بدنا نعلق فيها مثلا الشنكل أو البكرة أو شيء بدنا نعلق فيها وزن طونين أو ثلاثة طون، ما يعني هي مكفولة لوزن طونين ونص، مكفولة لوزن طونين ونص، فهي بتتحمل وزن شد، فبدي تعلق فيها شخص، فهي آمنة جدا كمان العدي. وكمان بدال البكرة بكرتين وشنكلين وحبلين تعليق، وهي البدلة اللي بنلبسها بنسميها هارنس، بدلة الهبوط يعني هارنس، كمان كلها بتحمل أطنان يعني. فهو المشروع آمن مليون بالمليون، وكل شيء نزل عندي الحمد لله صار في عليه إقبال، ونزل عندي ناس كثير على المشروع، وما صار عندي ولا أي إصابة الحمد لله من كل شيء نزل، ولا أي إصابة ولا ممكن انه يصير يعني بالعلميا يعني. هي الناس عم تطلع من هون تهبط على سطح القمر، بتكون هي عباره عن نظريه مبرهنه، عرفت كيف؟ فبيطلقوا الصاروخ من هون ما عاد فين يتحكموا فيه، بس هو لان النظريه مبرهنه بينزلوا على سطح القمر بشكل صحيح يعني، ما بيصير اصابات. نفس الشيء انا عندي نظريه لها قواعد ولها قوانين ثابته مبرهنه، انا مبرهن انه نظريه علميه، نحن بدنا نامن بالعلم، فانه ما بيصير شيء، مستحيل ينقطع، فالمشروع امن تماما. وانا اول شخص جربت بحالي، ولما اللي كنت جرب اول شيء كانت تكون التجارب يعني ما انا صحيحه، لانه الكبل بده تعيير لحتى يكون في شد يعني، اذا رخينا الكبل بصير يعلق الشخص، اذا شدينا الكبل بصير الشخص يوصل بسرعه. فانا كنت جرب بحالي لما عير الكبل، لسه كنت عم عير الكبل، لسه الكبل ما كان جاهز، اطلع انا على الكبل وامشي فيه، فيكون مرخاه علق بالنص، صرت علق بالنص مرة وصار بسرعة مرة علق بالنص هيك. عموما يعني صرنا نحن نشوف كتير فيديوهات ناس جربيتها انبسطت بالتجربة ويمكن شجعت عليها. ضوينا على مشروع الانزلاق على الحبل، يعني دائما مثل ما بنقول لبيئتنا وساحلنا وجميع محافظاتنا بيئه بعدها خص بها بتتحمل كثير من المشاريع السياحيه. صحيح. ومن المبادرات الحلوه ويمكن الذاتيه. شكرا كثير. انا بمشروع فردي قمت فيه بجهد شخصي، القيت الضوء على منطقه حلوه كثير لكن مهمشه، بتمنى بس انه التركيز عليها بشكل اكثر بالتخديم لتصير منطقه سياحيه، لانه هي منطقه يعني بينقصها فقط التخديم حاليا. احنا عندنا مبادرات وعندنا جهود وان شاء الله للافضل ان شاء الله يعني. ان شاء الله نتمنى صوتك يوصل، ونحن كثير بدنا نتشكرك وشكرا لك، موفق بمشروعك. الله يبارك فيكم. شكرا كثير لك، شكرا لكم انتم لهالاضاءه الحلوه على مشروعنا، وشكرا للاخباري ولمشاهدينكم، اهلا وسهلا فيكم.